أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك الظالمون والمعاندون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. ومعنى اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله وتوفيقه، وأشد أنواع اللعن هو اللعن الصادر من الله. وقل لي بالله عليك، كيف يكون حال من لعنه الله وغضب عليه ولعنته الملائكة ودعت عليه بالطرد من رحمة الله تعالى، ولعنه الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم؟ ولكن كيف؟ رغم أن الكافر في الدنيا على ضلال، فإنه يظن أنه على حق، فحين يلعن الكافرين يلعن غيره من الكافرين ويلعن نفسه أيضا. وفي الآخرة حين تنجلي الحقيقة قال الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فهم مطرودون من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. ويأتي الآن سؤال هام: هل يجوز تعيين كافر باللعن؟ لا يجوز تعيين كافر باللعن، لأننا لا ندري ما يختم له به، ولكن يجوز أن نلعن الكافرين على العموم ونقول: لعنة الله على الكافرين. جزاكم الله خيرا. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.